18. يعني عبد الرحمن سريعا صف لنا ما الذي حدث اليوم في ميدان التحرير. أولا أود السلام عليكم حضرتك. إحنا حركة 18 حركة شبابية، يمكن على فيسبوك كله يعرف الكلام ده، ونزلنا أكتر من إثبات إن إحنا اللي كنا منظمين الحركة التواجد اليوم في ميدان التحرير على أن يكون بسرية تامة، وتم الحشد منذ 3 أيام بسرية تامة بين أعضاء الحركة على أن تكون فعالية اليوم على خطة محكمة، وهي أن يكون تواجدنا داخل التحرير التجمع ما بين الساعة 3 عصرا والساعة 5 مساء، ويتم إعلان الانتفاضة الساعة 5 مساء. قمنا بالدخول واحد تلو الآخر، اثنان في اثنان، ثلاث، أربعة، خمس، على حسب تواجدنا. تم التفريق في جميع أماكن ومداخل التحرير. أصف لك الموقف اليوم في خلال الساعة الرابعة، كنا أمام مبنى التجمع أو غيره من المباني، كنا نجلس اثنان مقابل واحد يصورهم، ثلاث يأكلون، أربع يتجولون في الميدان، خمس يقفون مثلا بيهزروا أو غيره أو غيره في على مداخل الميدان، واللي قاعد لوحده واللي قاعد بيشرب شاي، على أن يكون الساعة 5 مساء بالاتفاق مع جميع الشبكات الإخبارية والصفحات الإسلامية الخاصة بنا على الإنترنت بتكثيف جهودها في الإعلان في بداية الانتفاضة في الساعة 5. تمام. تواجدنا. أيوه تفضل. وبعد ذلك سريعا عبد الرحمن لو سمحت. وبعد ذلك في خلال الساعة 5 تم الإعلان، فضلنا صامدين، تجول علينا أشخاص من أمن الدولة كثيرون، تم اعتقال فرد من الحركة لا داعي لذكر اسمه لأسباب أمنية. بعد ساعة بدأ التجمع داخل التحرير، اتصل بنا بعض الشباب بمعنى صح، فلتبدأ الانتفاضة الآن. بدأت صلاة العشاء بعدهم بشرفة من وشات، فبدأنا الفعاليات بسم الله الرحمن الرحيم والله أكبر. في خلال نصف ساعة تم رشقنا بالحجارة كثيفة جدا من قبل بلطجية، تراجعنا وقررنا الصمود بالميدان حتى يأتي الدعم لنا. انتظرنا صامدون في الميدان، قامت قوات الشرطة بالتوجه لنا، ورأينا يعني ضابط بمعنى صح كان ماسك الطبنجة بتاعته ضرب علينا، ولكن يبدو أن الطبنجة الميرة الخاصة به تعطلت أو غير محتوية على رصاص بداخلها، فقام بإطلاق مرة أخرى فوقفت الطبنجة، وليبدو أن الساحب الخاص بالطبنجة تعطل. في خلال 10 دقائق تم إطلاق نار، شاهدنا قناص على 3 مباني، وشاهدنا قوات كثيرة من الشرطة توجهت لنا، أطلقوا علينا أصوات نيران، اطرشنا حول الميدان، نسير حول الميدان مستمرون وصامدون في فعالياتنا حتى تأتي أي مسيرة من أي اتجاه للدخول مرة أخرى وإعلان الاعتصام، ولكن الحمد لله تمت التعيات على خير. طيب يعني أفهم عبد الرحمن كان الهدف هو إذا صح التعبير الاعتصام في ميدان التحرير، وفشل هذا الهدف اليوم على الأقل. اليوم الهدف لم يفشل، اليوم الهدف لم يفشل. قمنا بتوجيه على الأقل رسالة للطغاة في الدولة أننا موجودون، ولا يوجد أمامنا حاجز خوف، كسرنا كل الحواجز وأننا متواجدون دائما. وليعلم الجميع أن 6 أكتوبر بإذن الله تعالى ستكون الاعتصامات مستمرة في كل مكان في مصر، والتحالف أو اتحاد الحركات الثورية إن شاء الكريم سيحدد ويعلن غدا الخميس ما يملى على الشعب، أو نتحدث حاليا باسم أغلبية شباب مصر العظيم الذي جمعنا. طيب. ودفعنا لفعالية اليوم. شكرا جزيلا عبد الرحمن، أحد المشاركين في تظاهرة اليوم بميدان التحرير.